هذا وكشف الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن عن الإعلان عن أسماء تركيبة لجنة المؤرخين للنظر في ملفات الذاكرة بين الجزائر وفرنسا في غضون الأيام المقبلة. وعلى صعيد ملف الذاكرة، أكدنا سوياً على أهمية مواصلة العمل المشترك، لا سيما من خلال لجنة المؤرخين وتفعيل مجموعات العمل المشتركة المعنية بكل مسائل الذاكرة. إن انعقاد هذا الاجتماع اليوم في الجزائر بعد أسابيع قليلة من اجتماع رئيسينا هو إشارة قوية. نحن نملك وعياً بتاريخنا والروابط التي توحد شعبينا. إنه دليل على تصميمنا لبناء علاقة متجددة بين بلدينا وخطوة لتعزيز المبادلات التجارية أكثر بين فرنسا والجزائر. بالنسبة لملف الذاكرة، لقد تناقشنا على بعض الأسماء من الجانبين، لكنني أعتقد أنها مسألة أيام فقط حتى نتمكن من تشكيل اللجنة المشتركة التي أوصى بها الرئيسان.